جمال الروح يغنيها عن التفكير في من لا يرايها، يجعلها في أمان، يبعد عنها الأحزان، يوفيها أيا كان يفديها، يجعلها في أمان، يبعد عنها الأحزان. قتل قزوم كان هدفاً على دينا أن تحققه، لكن دفاع أبيها عنه حال دون ذلك. أما فلة وأصدقاؤها فقد كانوا هدفاً للقتل الذي تطاردهم دحروج وأصدقاؤها من أجله. كل ذلك له دوافعه. دينا كانت تنفذ ذلك بسبب تأثير تلك المادة التي تحول الإنسان الطيب إلى شرير. أما دحروجة فكان السبب هو القلادة، القلادة التي ذكرتها بها خالة فلة لتحيي الخلاف القديم القائم بين دحروج وعرفان. دينا، ماذا أصابك يا ابنتي؟ دينا، الحمد لله أنك أفقت من وهمك الذي تعيشينه. شكراً لله، شكراً. وهل أشكرها أنا؟ طبعاً، هيا أشكرها، هيا. والآن قل لي أين القلادة؟ هذه هي التي كادت تقتلنا. آسفة، لم يكن ذلك قصدي. لا عليك، فكر كيف ننقذ الآخرين. أظن أنك محق في هذا، أم أنني مخطئ؟ قزوم، ليس هذا وقت المزاح، هل تفهم؟ معك حق، يجب أن نفكر في طريقة لضم الآخرين إلينا. لا شك أنهم الآن في مأزق. أخشى أن تكون عمتي قد أدركتهم وأصابت أحدا منهم بأذى، سيكون ذلك مشكلة كبيرة. ما دام الأمر كذلك هيا بنا نسرع لنمنع حدوثها. هل ستأتين معنا أم ستبقين؟ بل سآتي معكم يا أبي، فربما أستطيع إقناع عمتي. لن يهرب أحد منكم، وسأحصل على قلادتي أيها اللصوص يا أصدقاء عرفان. لماذا تهدي هذه السيدة يا عرفان؟ لا تستمع إليها ودعنا نسرع. هاتون، هل أنت بخير؟ أجل، شكرا لك. توقفوا. إنهم يتعرضون للخطر من أجل أنا. توقفي يا فلة وأوقفيهم، لن أؤذيك، بل أريد عرفان فقط. هيا توقفي، أريد عرفان. أتسمع ما تقول؟ إنها تريدك أنت فقط. قلت لك لا تنصت إليها وأسرع. أعدكم أنها ستكون الأخيرة. كل ذلك يحدث بسبب أنا.
ماذا تفعلين؟ عودي يا فلنا عودي. لا تقلقوا علي أبدا. يا لك من حمقاء. اتبعوها. لنلحق بها. لن يمسها أذى وأنا موجود. لا يهدؤون. احذر خلفك. هيا يا فلة لنهرب بعيدا من هنا. هيا بسرعة. دعينا عن طريقك. توقفا أيها الجبانان. يكفي هذا يا دحروجة. يكفي. هيا ابتعدي. أريد حقي. أرجوك يا سيدة دحروجة أن تتوقفي عن هذا الشر الذي لا مبرر له. قلت لكم أريد حقي. حق ماذا الذي تبحثين عنه؟ قلادتي. إنها لك. حقا؟ طبعا. إذا كان هذا ينهي مطاردتك لفلة. لم نعهدك شريرة من قبل مثل ما نراك الآن يا سيدة دحروجة. أنا أريد. دعاني. قلت لكما دعاني وإلا قتلتكما أيضا. تعيدا. هيا. أرجوكم أرجوكم دعونا نسرع. أرجوكم. ولكن ما الذي جرى لك يا دينا؟ عمتي مصرة على قتل فلة. هل أنت متأكدة؟ أجل، لأن السيدة أغرتها بالكثير. رائع. وما الرائع فيك يا أبي؟ شعورك هذا بعد أن كان ضد فلة ورفاقها أصبح معهم الآن. نعم، أبوك معه حق. أنا لم. لا داعي إلى الأسف من أجل ذلك كله، فنحن نقدر لك ما كنت فيه يا دينا. على كل شكرا، لقد سامحتني أنت يا قزوم. ترى هل سيسامحني بقية أصدقائك وفلة كذلك؟ أم أنهم سيغضبون مني بسبب حماقتي؟ لا تهتمي لذلك يا دينا. أما إذا كانت عمتك تريد القلادة فأنا مستعد أن أقدمها لها كهدية. ليته أمر قلادة فقط. ها؟ إذا ماذا يكون؟ كل ما في الأمر هو أن القصة اخترعت للقضاء عليكم وعلى فلة أيضا. غير معقول. كل هذا بسبب أننا قمنا بمساعدة فلة كي تتخلص من شرور زوجة أبيها. أجل، ذلك هو السبب الحقيقي يا قزوم. ها، سبب مخجل. إنه مخجل بالنسبة لك أنت وبالنسبة لها أيضا. اسمعيني يا دينا، لما لا تقتنع عمتك دحروجة أن ما تقوم به خالة فلة ما هو إلا عمل مجاني؟ قزوم، هل تتخلى عن القلادة؟ ها؟ لن يبقى لها أي حجة إذا أعطيناها لعمتي. معك حق، ربما تتوقف عن مطاردة فلة. من أجل أن أساعد فلة مستعد أن أتخلى عنها رغم أنها تعز علي كثيرا. عرفان. إنها قوية. دحروجة. عرفان، أنا هل أنت بخير؟ شكرا جزيلا لك يا عرفان، شكرا لك. ولما هذا يا دحروجة؟ نقطة ضعف أثارتها السيدة الشريرة في. إذن لم تكن القلادة سوى حجة لتنفيذ خطتها، أليس كذلك؟ صحيح
اسمعوني أيها الأقزام والدحاريج، لقد كنا مخطئين فيما نحن عليه، لأننا سمعنا كلام تلك السيدة الموجودة في تلك القلعة. كلام السيدة دحروج صحيح تماما، لقد كانت تريد من وراء ذلك رمي الشقاق فيما بيننا، نحن الإخوة. كلامكم صحيح، لذلك علينا أن نتعاون جميعا في التصدي للمؤامرات التي تحيكها تلك السيدة، بل لا نخضع لضغوطها التي لا تؤدي إلا إلى القتل وتخريب علاقاتنا المتينة فيما بيننا نحن الأقزام. ألا تظن الآن أنني على جادة الصواب يا عرفان؟ أجل يا دحروجة، كلامك صحيح، كان يجب ألا تكوني خارجها مطلقا. أجل، إن لحظة عطف منكم أحسست بها حين سقط أعادت إلي عقلي الذي سيطرت عليه هواجس الانتقام بحجة واهية وهي القلادة. الشكر الجزيل للسيدة دحروجة التي عرفت وتأكدت أخيرا من أن القلادة من حقي أنا. نعم، فهي من حق من يفعل الخير دائما ويكون أكثر حكمة. إذن فلنردد جميعا أننا سنكون أقوياء أمام الشرور. لن نخضع لك ثانية يا وجه الشر. رددوا رددوا، لن نخضع لك يا وجه الشر، لن نخضع. حسنا، لقد استعدتم قوتكم ثانية، وهذا لا يهمني لأنني كنت أتوقع لحظة كهذه اللحظة التي تتراجعون فيها. جميل، وجه جميل. كيف يكون ذو الوجه الجميل شريرا أيها الأقزام، يا من دللتم على خرابكم. والآن ماذا ستفعلين بالسم بعد هذا الذي حدث؟ حقا، ترى ماذا سأفعل به؟ من أجلك فقط أصنع هذا السم. حسنا، سوف يرى كل من يخرج عن طاعة أوامري أن قبضتي قوية كالحديد وستسحقه، وسترون أنتم أيضا. رائعة، ولما لا أكون رائعة، فأنا أستحق هذا الجمال كله دون منازع. ألا تصدق؟ عرفان! عرفان! عمتي! ابنتي! لا تقلقي. شكرا لك. لا أعرف إلا بينكم، أين هي؟ أين هي؟ قولوا لي. فلا. أستغرب كيف لم تستطيعوا أن تخلصوها من هذا السم الذي في رأسها، رغم أن بينكم حكيماً وطبيباً يعرف ميزات الأعشاب جميعاً ويعرف مستخلصاتها، فكيف لم يستطع؟ كيف؟ على كل، سوف ترتاح قليلاً بعد الجرعة التي أعطيتها لها، وستصحو بعد قليل. ولكنك منذ ساعات وأنت ترددين كلمة ستصحو بعد قليل. ماذا تقول؟ اهدأ يا كروش ولا تكن عصبياً. دعاه، فكروش نزق بسبب فلة وأنا أقدر له ذلك الانزعاج. أحياناً نصبح نزقين بسبب أشياء تافهة ليس لها أي قيمة مطلقاً، فما بالكم إذا كان الأمر يتعلق بشخص نحبه؟ نحبه ويحبنا كما هي فلة التي جعلت الأقزام يحب بعضهم بعضاً أكثر، ألا يعني هذا أنهم غير مسؤولين عن نزقهم؟ صحيح، فأنا مثلاً أثور في بعض الأحيان لأدنى سبب، ولكني في الحقيقة لا أعرف الحقد مطلقاً. لأنك طيب القلب. أعرف ذلك يا دينا، فسمور أخي وأنا ربيته. اسمعوني جيداً، أرجو منكم أن تهدأوا، فربما تستمر حال فل هذه لحظات أو أيام، المهم أن لا تجزعوا.
المهم أن ندعو الله أن يشفيها، فمهمتنا قد انتهت. عند إعطائها الجرعة الخاصة بها وأمر شفائها أصبح بيد الله سبحانه وتعالى، فأرجوكم أن تهدأوا. من أعماقنا نتمنى لك الشفاء يا فلة، فنحن نحبك ونقدر مدى حاجتنا إلى حبك أيتها النبيلة. تجتمعون حولي هكذا؟ فلا فلا شكرا لك يا دحروجة. لا شكر على واجب يا عرفان. أنا سعيدة. وأنا انظروا إلى القمر. القمر والنجوم. النجوم وسماء الليل. كم أنا سعيدة لأنني عدت إليكم. اكتشفت أن الحياة رائعة معكم سيدة دحروجة. شكرا جزيلا لك. الآن أعترف لك أنك تستحقين قلادة على عملك الخير. لم أعد أريدها لأنني كسبت محبتكم جميعا. كنت أعتقد أنني أفضل طبيب يعرف مزايا الأعشاب الطبية، أما الآن فأنا أعترف أني غير ذلك. لا يصل الإنسان إلى الكمال. نعم معك حق يا سيدة دحروجة. ما رأيكم أن نقف هكذا نتسامر حتى الصباح؟ سمور سوف نشتاق إليك كثيرا. تعرفان الطريق أنت وفلة، فتعالى. لما لا نبقى عندهم يا أبي؟ أقصد نطيل الزيارة. كنت أتمنى ولكن جبل الأقزام. حسنا يا قزوم، اقبل مني هذه الهدية المتواضعة. أتنزعج إذا رفض؟ ولماذا ترفضها أيها الولد العاق؟ لم يعتد قزوما يتقبل هدايا من أحد، هكذا تربى. ولكن لا تنزعج رجاء. حسنا كما تريد يا قزوم. هكذا اعتاد فلا تؤاخذه يا سمور. انظر، أرى شيئا غريبا داخلها. أجل إذا حدقت جيدا فسترى سيفي. ما دام الأمر كذلك سأخذها. ولكن عليك أن تحتفظ بها كما احتفظت بقلادتي. إذا لم ترغب في أخذها فسأخذها. سيدة دحروجة يجب أن نغادر. لقد حان وقت ذهابنا، نراكم بخير. كوني حذرة يا دحروجة. نراكم بخير. شكرا لك يا سيدة دحروجة. وبعد زمن طويل سننام في كوخنا بأمان. لقد أعيد بناء الكوخ. قام بذلك رفاق دحروجة. لم يبنوه، بل أزالوا الأتربية من حوله. هذا صحيح. ما بك يا عرفان؟ أعادوه كما كان من قبل. وما الغريب في الأمر؟ لم نفطن يا قزوم لغيابهم عنا. فعلا. عاد الأقزام سعداء إلى كوخهم الذي غادروه مرغمين حين طاردتهم السيدة دحروجة وأصدقاؤها، وما أن دخلوا حتى غطوا في نومهم العميق بسبب التعب الذي أصابهم. أما فلة فوقفت تفكر في حالها التي آلت إليها. لا أريد أن يخاطروا بحياتهم من أجلي. وفي تلك الليلة قررت أن تهجر الغابة إلى غير رجعة. يعطيها صفاء
يجعلها في أمان، يبعد عنها الأحزان، يفيها أيا كان يؤذيها. فلة 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 في دنيا الحنانات أحلى. فلة 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 بالخير والإحسان يأتي الأحلى.